السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي. الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي اللي شهدت مجموعة 34 هدف. تقريبا كل المباريات خلص الفوز ما عدا المباراة الأخيرة اللي هي نوتنغهام فورست وأستون فيلا. الجولة ديت كان فيها مباراة كبيرة جدا بين أرسنال ومتصدر الصدر الدوري وليفربول اللي بيترنح ومستواه من نزول لنزول لنزول كل اسبوع من بدايه الدوري، والوضع الكارثي اللي بيأدي به ليفربول سواء الاداره المدير الفني واللاعبين. الجوله ديت بدات يوم السبت في ماتشات، اربع ماتشات الساعه 4 وماتش الساعه 5. تشيلسي كسب 3-0 ولفرهامبتون. مانشستر سيتي كسب 4-0 ساوثهامبتون. وبورنموس في عودة في مباراة ليستر سيتي فاز 2-1. والمباراة الرابعة كانت نيوكاسل اللي قدر يفوز 5-1 في مباراة تألق فيها جيمرايتش والميرول. اتلعبت مباراة واحدة الساعة 6:30 بين برايتون اللي أدى مباراة كبيرة جدا. المباراة اللي قبلك دي برايتون اللي خسر من السبيرز توتنهام. المباراة الأولى اللي قبلها مباشرة كانت مع ليفربول، كان متقدم على ليفربول في أرض ليفربول 2-0، بعدين ليفربول تعادل وتقدم بهدف وقدر تروزارد يحرز 3 أهداف يحققوا التعادل. أول مباراة للمدرب ديزيربي، قدر إن هو يظهر بمستوى كويس جدا، أداء رائع. لكن مباراة توتنهام في ديربي ايطالي بينه وبين كونتي مدرب السبيرز خسر 1-0 بهدف هاري كين. تاني يوم اتلعب 4 مباريات. ويست هام فاز 3-1 على فولام. كريستال بالاس فاز 2-1 على ليدز يونايتد. اللاعب ايز، بقولها للمرة المليون، ايز يا جماعة لاعب تحب ان انت تتفرج عليه. هدف الفوز في المباراه دي ريمونتادا سواء لويست هام او كريستال بالاس، اداء كويس جدا من اللاعب. اللاعب ده هتتهافت عليه الانديه الكبيره في العالم، مش بس في الدوري الانجليزي، في العالم كله في شهر واحد يعني بالكثير في نهايه الموسم. المباراه الثالثه الاهم والابرز كانت عفوا الارسنال اللي قدر ان هو يعود لصداره الدوري بفوز واداء ونتيجه رغم الاخطاء التحكيميه اللي ممكن تكون في المباراه، لكن اداء ارسنال عالي جدا. فكر ارتيتا مؤثر في الفرقه جدا. لاعبين زي جيسوس قدر ان هو يدي اضافه كبيره جدا للفريق. مارتينيلي وساكا اللي مستواهم ارتفع جدا. تشاكا واللي كان اكتر لاعب يمكن خد طرد في المواسم اللي فاتت في الدوري الانجليزي مستواه تطور جدا، بيلعب على المرمى اكتر. بارتي اللي مأمن خط الدفاع، أداء رائع من كتيبة أرتيتا مع أداء كارثي من إدارة ليفربول. أولا مدرب ليفربول يورجن كلوب اللي فقد الشغف، فقد الفكر الكروي، التغيير الكروي في المباراة، فاقد لكل أهلية لكل أهلية فكرية، أهلية فكرية يعني لمدرب إن هو يعود بالفريق أو يكسب. وده واضح جدا في الدقيقة اللي تم فيها تغيير ماتيب ومحمد صلاح. غير محمد صلاح اللاعب الهجومي بيلاعب خط نص عشان يأمن التعادل، وده عمرنا ما كنا بنشوفها قبل كده في ليفربول، ان هما بيسعوا للتعادل بيأمن التعادل. يعني ما شفناش من كلوب بالصراحة في الماتشات اللي احنا شفناها ليفربول ان انت بتنزل لعيب عشان تأمن لك التعادل. وبعد كده ضربة جزاء مشكوك فيها او مش مشكوك فيها، ضربة جزاء ادت بهدف الفوز لأرسنال، ويقدر أرسنال يفوز ويعتلي صدارة الدوري ب 24 نقطة. المباراة الأخيرة في اليوم ده كانت إيفرتون اللي كان متقدم بهدف، قدر أنتوني للمباراة الثالثة على التوالي إن هو يحدث التعادل، والأسطورة كريستيانو رونالدو أحرز هدف الفوز بعد نزوله مكان مارسيال في منتصف الشوط الأول. أليكس أيوب أحرز هدف، وبعدين المنتدى من مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد عملت ريمونتادا مش في الماتش ده بس، عملت ريمونتادا على المدى الطويل شويه من اسبوعين بعد خساره 6-3 من مانشستر سيتي في مباراه كارثيه لتين هاج وكتيبه مانشستر يونايتد. خسرين 1-0 اليكس ايوبي، تعادل انطوني الشوط الاولاني يخلص 2-1 بهدف الاسطوره كريستيانو رونالدو، اللي انتهى المباراه 2-1. ايفرتون كان قبل المباراه ديت مباراتين كسبانهم، خسر على ارض وسط جماهير مانشستر يونايتد عوده مانشستر يونايتد وكتيبه تان هاج للظهور مره ثانيه. المباراه الرابعه كانت يوم الاثنين، نوتنغهام فورست اللي داخل كضيف ضيف شرف في البطوله، فرقه داخله البطوله خدت حق المشاركه، دعم اللعيبه ب 18 لاعب ومع ذلك اخر الدوري، بيتعادل مع استون فيلا 1-1 وبيظل في المؤخره. بنلاحظ كلنا التطور الرهيب لبورنموث. الجوله الثالثه خسران من ليفربول 9-0، وبيغيروا مدرب وبيجي مدرب جديد. حاليا ليفربول مركز 10، بورنموث مركز 8، تشيلسي مشي توخيل جه بوتر 6 نقط من مباراتين اللي فاز فيهم، ماتش 3-0 وماتش 2-1، قدر ان هو بعد ما كان في المركز العاشر او التاسع يصعد للمركز الرابع ب 16 نقطة. بيتصدر الدوري حاليا ارسنال كتيبة ارتيتا ب 24 نقطة، يليه مانشستر سيتي ب 23 نقطة، وفي المركز الثالث توتنهام بعد فوزه على برايتون 20 نقطة، وفي المركز الرابع تشيلسي اللي صعد على حساب برايتون 16 نقطة. هداف الدوري طبعا الهداف هولاكو او هالاند اللي قدر ان هو يحرز الهدف ال 15 الجولة دي، عشان في 9 مباريات يحرز 15 هدف، معدل عالي جدا، معدل رائع جدا. والتاني هاري كين في المركز الثاني في الهدافين، وفي المركز الثالث بيجي متروفيتش اللي ملعبش الجوله اللي فاتت ب6 اهداف، وهاري كين ب8، وفيرمينهو افضل لاعبي ليفربول ب6 اهداف، ولكن اللاعب الوحيد مع اليسون اللي كويسين جدا في كتيبه يورن كلوب، اللاعبين الوحيدين اللي كويسين لولاهم كان زمان ليفربول في حته تانية في مؤخره الجدول. عدم وجود اليسون، عدم وجود فيرمينو، كان زمان ليفربول بينافس على الهبوط. نيجي للموضوعنا الثاني في الفيديو ده، ليه الدوري الانجليزي الاقوى على مستوى العالم. الدوري الانجليزي 9.1 مليار استرليني دخل الدوري الانجليزي. ليه الاقوى؟ دعم استثماري كبير جدا من ملاك الانديه، امريكان، اسيويين، عرب. ارسنال متقدم، ملاكهم امريكان، ليفربول امريكان، توتنهام امريكان، تشيلسي امريكان، نيوكاسل سعوديين، مانشستر سيتي سعودي اماراتيين، ليستر سيتي اسيويين. فضخ الاستثمار في الدوري الانجليزي اللي بيحقق عائد سنوي في القيمة التسويقية 9.1 مليار جنيه استرليني، الاعلى دخل في العالم، الاكثر جذب للاعبين في العالم، نادي الاول
في الدوري او الانديه جميعا في الدوري بتاخد 80 مليار 80 مليون جنيه استرليني سنويا. وبعدين ده اول حاجه كل الانديه بتتساوي فيها، وبعدين على حسب الابطال بياخدوا من 40 ل 50 مليون جنيه استرليني، ونسبه النقل التلفزيوني اللي بتوصل ل 30. يعني كل نادي تقريبا، النادي الاول والثاني ممكن يوصلوا ل 200، ما يقرب من 180 ل 200 جنيه استرليني سنوي. ده بيأدي بتجيب لعيبه الاعلى رواتب في العالم، مش هقول لك العدد الاكبر، عندك ميسي نيمار معديين في الرواتب الاسبوعيه بالنسبه لهم، ولكن في العموم انديه لعيبه الدوري الانجليزي بتاخد مرتبات عاليه جدا بنظرائهم بالدوريات الثانيه الخمس الكبرى. دخل الدوري الانجليزي 9.1 مليار، اللي بيجي وراه مباشره الدوري الاسباني ب 4.8 مليار بس، الدوري الايطالي ب 4.5. اولا استثمار زي ما قلنا لحضراتكم، دعم للمشاريع، ارتيتا داخل يعمل مشروع، كلوب داخل يعمل مشروع، جوارديولا داخل يعمل مشروع، بيساعدوه بيدعموه، معسكرات لاعبين، مديرين اداريين بيستقطبوهم اللي هم بيعرفوا يتحكموا في السوق. سوق كامل في الدوري الانجليزي محكوم بعد ما كان الدوري ده دوري شغب، دليل كل الاحداث الشغب او معظم احداث الشغب حصلت من في الدوري الانجليزي، دوري شغب مفيش عقليه بتدير، كان كل حاجه سمك لبن تمر هندي، بس برضو كان فيها كان في كان مسمع، كان الدوري من اقوى دوريات العالم، بس برضو كانش محكوم. بدايه من عهد البريمير ليج في سنه 91 وبدا العمليات التنظيميه تتم، مستثمرين يخشوا يضخوا استثمارات عشان يكسبوا من وراها، رعاه اكبر رعاه في العالم بيخشوا عشان ينزلوا اعلانات، دول كاملة زي دولة رواندا مثلا اللي حاطة على التيشيرت بتدفع ما يقرب من 3 يعني 30 مليون جنيه استرليني لنادي ارسنال بس مجرد ان هم يحطوا علامة الشعر. فسعي كل الرعاة المستثمرين الاستثمار في الدوري الانجليزي ادى ان هو بيستقطب مدربين كبار، جوارديولا، ارتيتا، انشيلوتي كان بيدرب هنا في الدوري الانجليزي، كلوب، دوزيربي، كونتي، مدربين كبار بيستقطبوهم، لعيبه كبار برضو بيستقطبوهم، هالاند، محمد صلاح، موجود هاري كين، دوري انجليزي هو انجليزي بس برضو موجود في الدوري، لعيبه كبار جدا بيتمنوا يلعبوا في الدوري الانجليزي ويتمنوا انضمام للانديه الانجليزيه. ده اكتر شيء في استثمار رياضي تحقيقا للارباح هو الدوري الانجليزي بسبب كل الاسباب اللي قلنا لحضراتكم ديت. فعشان كده يعتبر الدوري الانجليزي الدوري الاقوى في العالم، الاعلى قيمه تسويقيه، الاعلى استثمارا، الاعلى استقطابا للاعبين والمدربين، اعلى مدرب، اغلى مدرب في العالم هو مدرب اتلتيكو مدريد سيميوني، ولكن بيجي بعده على طول كل المدربين او معظم مدربين الدوري الانجليزي بيتقاضوا برضو راتب قريب ليه شويه. فعشان كده الدوري الانجليزي هو الدوري الاقوى في العالم، زائد القوة التنافسية بين الفرق، تلاقي مفيش فريق، نادرا اما الفريق ينفرد بصدارة ويفضل منفرد بها للاخر بفارق نقاط زي الدوري الايطالي مثلا اللي كان يوفنتوس بيفرق فيه بكتير، الدوري الالماني اللي كان بيفرق فيه بايرن ميونخ كتير، الدوري الفرنسي اللي باريس بيفرق فيه كتير، دوري يعني معظم الدوريات العالم كانت كده. فعشان كده التنافس في الدوري الانجليزي قوي جدا جدا بين كل الفرق، تلاقي تشيلسي بينافس ارسنال، بينافس مانشستر سيتي، يونايتد، ليفربول، توتنهام، عشان كده بيسموهم بيج 6، لان الدوري الوحيد في العالم اللي سته دايما تلاقيهم في العشرة الاوائل، مش هقول لك دايما في المقدمه في السته الاوائل، في العشرة الاوائل، بيخش معاهم ليستر، يخش معاهم ايفرتون، يخش معاهم استون فيلا، يخش معاهم بورنموث، يخش معاهم ساوثهامبتون، يخش معاهم حاليا برايتون، يخش معاهم حاليا فرق بتنافس على البطولة، بتنافس على الصعود للدوريات، إلى جانب إن معظم في آخر السنين تلاقي مثلا ثلاث مرات نهائي دوري الأبطال فرقتين إنجليز من نفس الدوري. ده راجع لقوة الدوري الإنجليزي، عشان كده بنقول إن هو الدوري الأقوى في العالم. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.